أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمستمعين في سلسلة جديدة أو في حلقة جديدة من سلسلة تعلم معنا اللغة الألمانية كلمة اليوم. في هذا اليوم سوف نتعرف على عبارة جديدة تستعمل بكثرة في الحياة اليومية في ألمانيا. كلمة أو عبارة هذا اليوم هي Geld aus dem Fenster werfen. Geld aus dem Fenster werfen. فما معنى هذه العبارة وما هي الطريقة الصحيحة لاستعمال هذه العبارة؟ العبارة تعني أعزائي شخص يبدد المال أو يصرف المال ولها رديف باللغة الألمانية وهو verschwenden. Geld aus dem Fenster werfen تعني verschwenden, بدد, أصرف المال. المعنى الحرفي للعبارة هو رمي النقود من النافذة, وهذا المعنى المجازي يعني بأن الشخص يصرف كثيرا الكثير من المال ولا يحسن التصرف مع المال, لا يحسن الاحتفاظ بالمال. الكلمة تعني تبديد المال, إسراف المال إلى غير ذلك. كما نرى في الصورة الأولى شخص يرمي المال, لديه الكثير من المال ويصرف ويبدد هذا المال, يعني يصرف يشتري أشياء بدون عقلانية وبدون تروي. الصورة الثانية كما نشاهد امرأة اشترت أشياء قد تكون لا تحتاجها فهي تصرف تبدد المال. مثال على استعمال هذه العبارة: Seine Frau wirft viel Geld aus dem Fenster. Seine Frau wirft viel Geld aus dem Fenster. زوجته تصرف كثيرا. إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس. إلى اللقاء في شروحات قادمة.